انا ما بوحيش بده، بس انا ما حدش اكتشفني ادخل يعني مجال الفن، ما كانش في حد قبلي يغني الستايل ده اللي هو مزيكا وكلام كيوت واغنيه بتعتمد على يعني على عصريه قوي، والبيت وانه تطلع بنت بالجينز تغني مع التيشيرت، ما كانش في ده. الحب ده حاجه جميله قوي وخلقت مع الانسان، مع تاريخ البشريه موجود فينا ما نعرفش نمسكه، يعني حاجه بتعبري عنها باحساس مش ملموس. يعني احمد لما عرض عليك الحب قال لك ايه؟ انا مخطيبك الفان كلوب بتوعي حبهم، عارفه اللي هما مهووسين بالنجمه بتاعتهم مهما كانت، يعني مش مساله حب اللي هو الحب الحقيقي، يعني حب مختلف خالص. حبي للبلد دي هو اللي خلاني اقول الكلام اللي انا قلته في الاغنيه. انا قلت دلعت مصر، شفتها من منظار انه واحده بدلع واحده، شفتها كده، شفتها باب مفتوح لكل الناس، وشفت الطيبه يعني ناس طيبه قوي، ناس مرحبه جدا، والناس بتعرف تبرديك انها هي بتحبك. كل الفانز بتوعي بيقولوا انت لازم تعملي لكل بلد زي اغنيه مصر، فدي غيره حلوه انا بحبها بس مش هعرف اعملها. انا كبني ادم انسى الفن، انا كواحده من شعب عربي وريني انه انت فعلا ما تقصدش ده. يمكن انا من الفنانات القليلين قوي اللي مش دبلوماسيه. لو جات لك حفله دلوقتي في الجزائر مش هيبقى في اي قلق ان انت تروحي مع ان ممكن انا مش هغني في بلد هما مش عايزيني اغني فيه؟ يعني انا مش غنيت هنا عشان اغيظ هنا، انا غنيت هنا عشان ده وجه، يعني ده الوضع اللي اتحطيت فيه وده الحاجة اللي أنا حساها، أنا حرة، فمش عشان كده. فلقيت فجأة إنه نجوم من الجزائر ملوش مبرر على غنائي مع منتخب مصر. سنين وأنا بصبر نفسي بطعمك اللي ما دقتوش، حبك اللي ما عشتوش. بس أنا كنت دايما بقول لما بقرا السيناريوز اللي قبل كده أقول طب أنا ده هيدخل الناس، أنا عارفة شو مكان يعني، بس الناس بيبقى خارجة هتقولي إيه؟ مش هعمل ده، مش هعمل ده، مش هعمل ده، لغاية ما قريت الحاجة اللي الناس فاكره ان مستحيل اعملها. كل المحيطين حواليا في شغلي قالوا لي لا انت ما تعمليش ده. اول ناس بلجأ لها اللي هم اقرب ناس ليا في عيلتي، في محيطي، انا في صداقاتي يعني القريبه قوي، وطبعا يعني مكتبي واستشاريين اللي عندي ممكن ينصحوني صح. كسفت انشر دول، تختشي قوي يا بنتي. انا بحترم قوي النقد، لان النقد ده حتى اللي قال لي انت ممثله شاطره هو لما كمل الموضوع قال لي على شويه حاجات تفيدني قوي، وانا شايفاها عنده حق فيها حتى لو انا مش لمصلحتي انه تتكتب والناس تقراها. بتشوفي مين الاكثر اثاره، انتي ولا هيفه قدام الكاميرا؟ اكيد انا. ممثله اتعرفت عليها في فيلم وكان التعامل بينا يعني فيه احترام متبادل وبس، واللي قالته بعد كده زي يعني حتى بتقول ده بيدل على غيره يعني انسويه لا اكتر، ومن حقها تغير. كان في مقطع او كلمه القرد النوبي كان مسببه اساءه لاهل النوبه كلها، وعليه بناء عليه ابتدينا نرفع القضيه على هذه الجزئيه. فين النوبي والقرد النوبي وده وقته وعرفت الباربي؟ لقيت كلمه بروباجندا كبيره على كلمه لا انا قصدها، ولا الولد الصغير اللي بيغني قصدها، ولا اساسا المشروع متوجه للكبار. انا مش عارفه اشكر الناس اللي حبتني الا من خلال اقدم لهم اعمال حلوه وناجحه. 2009 وبدايه 2010 حاسه انه على صعيد العمل في حاجات حلوه مستنياني في شغلي وفي نجاحي ان شاء الله. تنورينا والله. ميرسي. يا رب.